على ضوء القناديل كان العرب في مختلف العصور يحكون لأبنائهم هذه الحكايات العجيبة، الحكايات التي صنعت تاريخهم وألهمت الأبناء لبناء المستقبل. أرسلوا جميع السباحين المهرة ليبحثوا عن ولدي. هيا خذ هذا المال ودعني أذهب. أيها الخائن، ماذا تفعل؟ تزود وارتدي خيرا إذا جنت لياليها، إذا جنت لياليها. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.